تعد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد المسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة. دول العالم جميعها النامي والمتقدم منها باتت على يقين بحجم الأزمات الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالجميع بعدما تفاقمت الأوضاع جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية فبمشاركة أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة وأربعين منظمة دولية ومئة وعشرين أخرى غير حكومية تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية تحت عنوان قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد القمه التي تعقد في وقت حرج وصل فيها الدين العام الى مستويات قياسيه في العديد من البلاد تزدحم طاولتها بالعديد من الملفات من بينها اصلاح بنوك التنميه متعدده الاطراف وازمه الدين وتمويل التكنولوجيا الخضراء القمه ستسلط الضوء على محاوله حل الازمات المتفاقمه التي يعاني منها العالم لا سيما تحديات الامن الغذائي والطاقه وتاثيرها على الدول الناميه والاقتصادات الناشئه وضروره السعي لتعزيز القدره الماليه للدول التي تواجه صعوبات وتلك الاكثر مديونيه، قمة فرنسا التي ستشهد نحو خمسين حدثا جانبيا وست موائد مستديره واكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دوليه بالاضافه الى المجتمع المدني والقطاع الخاص، ستبحث كذلك جهود تعزيز تنميه القطاع الخاص في البلدان منخفضه الدخل وتشجيع الاستثمار في البنيه التحتيه الخضراء بالدول الناميه والناشئه.